ولنا لقاء إن شاء الله بعد الإفطار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقي بكم أحبتي من جديد في كل ليلة في كل يوم، نلتقي لنذكر بعضنا بعضا، لنتصافح، لنتسامح، لنتحاب. إنما المؤمنون إخوة. كذلك أيها الأحبة، نذكر بعضنا بعضا. هذه الليلة سأتكلم عن قصة في رمضان. لازلنا في رمضان، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم في رمضان من المقبولين. اللهم اقبلنا ولا تردنا، اعطنا في هذه الليالي ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا. اللهم اجعل هذا رمضان هذا يا الله، اجعله بإذن الله سببا بإذن الله تعالى يا رب، اجعله سبب من أسباب شفاء مرضانا وذهاب وزوال الهموم والغموم والأحزان، واحفظنا يا الله من العائنين الحاسدين الحاقدين الناقدين الناقمين يا رب العالمين. قصة هذا اليوم في رمضان قصة رمضانية، وهي شاب اسمه أبو أمامة، جاء هو وخاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في السنة الثانية من الهجرة، أرادوا الخروج مع النبي في غزوة بدر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لأبو أمامة هذا الابن، قال له ابق أنت وامكث مع أمك، لا تخرج معنا. يعني كان يحب أن يخرج مع النبي، قال لا، مع أمك. يا الله، انظروا إلى عظم ومنزلة الأم. الأم التي أعطتك من عمرها لتعيش عمرا سعيدا، الأم التي أعطتك من عمرها لتعيش عمرا جديدا، الأم التي أعطتك من صحتها لتكون صحيحا، الأم التي تسهر لسهرك وتفرح لفرحك وتبكي لبكائك وتشقى لشقائك، لو خيرت بين حياتك وموتها لاختارت أن تموت بأعلى صوتها. هذه الأم لها حق عظيم خاص في رمضان. كيف في رمضان؟ إذا كانت كبيرة تطعم عنها، تطعم عنها لأنها لا تستطيع الصيام. إذا كانت صائمة تكون معها عند الفطر، بل تخرج لها في رمضان من الصدقات والنفقات وإطعام الطعام والإحسان إلى أولي الأنام، خاصة في البلد الحرام بجوار الحجر والحجر والمقام، ليضاعفه الله عنده مثاقيل مضاعفة. ما أجمل تعلم أن للأم حق، والأب كذلك، إن للوالدين حق علينا بعد حق الإله في الاحترام، أوجدانا وربيانا صغارا فاستحقا نهاية الإكرام. لذلك أيها الأحبة، الأم لن تجد مثلها أبدا، صدقوني لن تجد مثل الأم. قد يكون هناك بعض الزوجات، لكن مثل الأم لن تجد أبدا. وكل امرئ ساوى بأم حليلة فلا عاش إلا في ذل وهواني. نعم، هذه لها قصة، تسمحوا لي أن أذكرها؟ تسمحوا لي؟ وهد. هذا صخر أخو الخنساء. أخو الخنساء كان له زوجة اسمها سلمة. فلما مرض وما استطاع أن يتحرك وما استطاع القيام والحركة، سألوا أمه كيف صخر؟ قالت هو بخير ما دمنا نخدمه ونراه. فسألوا زوجته كيف صخر؟ قالت لا حي فيرجى ولا ميت فينسى. فهنا قال قصيدة منها: ما بال أم صخر ما ملت عيادتي وملت سليمى مضجعي ومكاني. وكل امرئ ساوى بأم حليلة فلا عاش إلا في ذل وهوان. لذلك أحسنوا لأمهاتكم في رمضان. يا أخي افطر معها، مع أبوك وأمك، افطر معهم، أطعمهم، تصدق عنهم صدقة جارية. إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه أو ولدا صالحا تركه أو مصحفا نشره أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو صدقة أخرجها من ماله في حياته وصحته يلحقه بعد موته. لذلك لا تنسى
الأب والأم في رمضان لا تنساهم، إما أن تفطر معهم أو تنفق عنهم أو تتصدق عنهم. وكم وكم من رجال مثلكم، من بنات مثلكم، من أمهات مثلكم، من آباء أمثالكم، أنفقوا في رمضان عن والده وعن والدته، وكانوا يأتون بالطعام أو يرسلون إلى تلك المشاريع الخيرية المباركة ليطعموا أهل البلد الحرام، ليعلمون يقينا أن الأمر مضاعف، مضاعف عند الله سبحانه وتعالى، مضاعف. واعلم، أعلم يقينا أنه دين عليك، دين عليك. كيف ذاك؟ بروا آباءكم يبركم أبناءكم. كونوا في رمضان مع آبائكم وأمهاتكم، إما معهم في الصيام والقيام، وإما كذلك في إطعام الطعام والإحسان، بنية أنه لهما، فقد قدموا لنا الكثير، أعطونا من أعمارهم لنعيش عمرا جديدا، أعطونا من صحتهم لنعيش أصحاء، أعطونا من أموالهم حتى لا نسأل الناس شيئا. اللهم أعطهم ولا تحرمهم، اللهم أعطهم ولا تحرمهم. من كان منهم ميتا، من كان منهم ميتا فجازه عنا خير الجزاء، اجعله في أمانك وفي ضمانك وفي أحسانك. ومن كان منهم حيا فبارك لهما في أعمارهما وفي صحتهما وفي عافيتهما، ولا ترنا فيهما مكروه. اللهم اجعلنا في هذه الليالي من العتقاء السعداء ومن عبادك الأنقياء الأصفياء. احفظنا يا الله وأهلنا وبيوتنا وبلادنا وعلماءنا ولا تأمرنا من عين العائلين وحسد الحاسدين وكيد الكائدين وشر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك من فضلك ومن رحمتك، فإنه لا يملك ذلك إلا أنت. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من العتقاء، اللهم اجعلنا من العتقاء. يا من يحب العفو اعفو عنا، يا أهل التقوى والمغفرة اغفر لنا، يا من كتب على نفسه الرحمة ارحمنا، وارحم بيوتنا، أولادنا، مستقبلهم، حياتهم، رزقهم، علمهم، تقنيتهم، صحبتهم، ولا تولنا فيهم مكروها، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. Do-do-do.